بداية تعرض شخص من حولنا كما ذكرت لسقوط مفاجئ، كيف نتعامل معه ونقيم علاماته الحيوية؟ ضروري جدا في حالة حدث هذا السقوط وضع المريض أو الشخص الذي سقط في مكان آمن، بعدين تقييم إذا في دورة دموية عن طريق وضع يدنا على الشريان السباتي. نعم، في الرقبة. في الرقبة، منتصف الرقبة بجانب القصبة الهوائية الجهة اليمنى أو اليسرى. إذا لم يكن هناك أي دورة دموية أو إحساس بالنبض، علينا طلب الإسعاف عن طريق شخص آخر والمباشرة. يعني دكتور، ننقله بسيارتنا الشخصية ولا ننتظر سيارة الإسعاف؟ يجب تجنب نقل المريض بالسيارة الشخصية إن كان للمرافق لأي شخص آخر، والانتظار لسيارات الإسعاف، لأنه من الآمن للمريض والنتائج أفضل عن طريق نقله بسيارة الإسعاف لأنها مجهزة بالكوادر الطبية والأجهزة الطبية. صحيح. دكتور، اليوم حديثنا في الإسعاف الأولي راح يكون عن الأشخاص اللي عندهم مشاكل مرضية سابقة أو بيعانوا من رجفان بطيني، عدم انتظام في نبضات القلب، كيف نتعامل معهم؟ وهل الموضوع يستدعي تقديم مثلا الصدمات الكهربائية لإنعاشهم؟ نعم، ضروري جدا. هل معظم المستشفيات، معظم الجامعات أو المطارات مجهزة بجهاز الصاعق الكهربائي الأوتوماتيكي الذي يعطيك انه متى يحتاج المريض الى صاعقه كهربائيه؟ هذا بيكون محمول دكتور؟ نعم، هذا الجهاز محمول موجود في اماكن التجمعات. ما عليك الا انه في الجهاز، احضر الجهاز، وضع وضعيه التشغيل. نعم. بعدين في عنده لاصقتين نوضعهم على صدر المريض بعد كشف عن صدر المريض من الاواعي من الملابس، وضعه على الجهة اليمنى من الصدر والجهة اليسرى من الصدر. إذا ما كان متواجد هذا الجهاز، عليك طلب فرق الإنقاذ والانتظار، وخلال فترة هذا الانتظار لحضور فرق الإنقاذ عليك العمل على ضغط على صدر المريض. نعم. وين نضغط على صدر المريض؟ على عظمة منتصف الصدر في المنتصف. إلى حين وصول دكتور فرق الإسعاف، بما أننا تحدثنا في حلقات مسبقة عن تقديم الإسعافات الأولية، إحنا يهمنا دوركم الآن داخل الطوارئ في المستشفيات، شو تسوي لما يجيكم مثل هاي الحالة؟ عند وصول المريض إلى المستشفى يتم فريق الإنعاش القلبي الرئوي اللي بسموه كود بلو، بحضر اللي هو مكون من طبيب العناية المركزة، طبيب التخدير، واثنين ممرضين بباشروا بتقييم المريض إذا المجارة التنفسية عنده فيها أي أجسام غريبة تنظيفها، بعدين تقييم النبض، شبك المريض على جهاز التخطيط والصاعق الكهربائي، هذا تبع خلال شبكه 3 أقطاب، هذا من خلال شبكها الجهاز بعطينا إذا في عنده نبض أو لا، وإذا في عنده نبض في تسارع اللي بنسموه رجفان البطيني. نعم. إذا وجد إنه في عنده تسارع فبقوم الطبيب بإعطاء أوامر لإعطاء صاعق كهربائي. اللي هو طبيب العناية المركزة. نعم. مسؤول فريق الإنعاش القلبي والرئوي. نعم. بنعطي صاعقة كهربائية عشان نحاول نرجع النبض للطبيعي. نعم. وخلال بعد ما نعطي الصاعقة الكهربائية بنباشر بعملية الضغط. دكتور بالله فرجينا دكتور في حقن معينة تقدموها؟ نعم، من ضمن الإجراءات في بعد التقييم انه وضع إبرة في الوريد وإعطاء الأدوية من ضمنها الأدرينالين. نعم. اللي هو دواء المنشط للدورة الدموية. نعم. أدرينالين. وخلال التقييم بين انه سبب توقف القلب والرئتين هل هو كان نتيجه تمام. هلا هاي الدكتور ليان، دكتور الان كانت تقدمينا كيفيه عمليه الضغط على الانعاش القلبي. أيوه. نعم، حيكون سريع، نحاول نكون هذا قبل اللجوء للصدمات الكهربائيه. لا، هلا احنا اول ما يجي المريض من خلال التقييم ما في دوره دمويه، بنشبكه على جهاز. نعم. التخطيط او المونيتور للقلب، وبعطينا اذا عنده توقف كامل ما في اي اثار نبض او حياه في. نعم. القلب، او انه في عنده تسارع في القلب اللي هي بنسموه الرجفان البطيني اللي هو الخطير بادل توقف الدوره الدمويه. صح. ساعتها الافضل بنبلش باعطائه صدمه كهربائيه. نعم. هذه الصدمه الكهربائيه بالله دكتور ليان لو سمحت اعطينا اقطاب هاي. دكتور إلها أثار جانبية، إحنا بنعرف إنها بتنقذ حياة. نعم. ولكن مثلا الصدمات الكهربائية ممكن مثلا يكون في مشاكل أخرى تعقبها؟ الصدمات الكهربائية إحنا بالعادة بنكون حاطين جل بكمية وافرة عشان ما يصير أي حرق وأثر حروق على الجل. خلينا نشوف دكتورة ليان كيف راح يتم عملية الصدمة الكهربائية. الصدمة الكهربائية بعد التقييم وجدنا إنه في عنده رجفان بطيني يستوجب إنه نعطاه ضربة أو صدمة كهربائية، فالدكتورة ليان حتفرجينا، حيكون في الجزء العلوي من الصدر وعلى الجزء السفلي تحت هون الصدر، بعدين بيكون اعطاء اوامر بعد الاشخاص لان هاي الصاعقه الكهربائيه ممكن تنتقل للمسعفين اللي حواليه. بعد ما تم اعطاء الاوامر وكلير حواليها بنحكي اعطي الصاعقه الكهربائيه دي سي شوك، فبتحس انتفاضه من المريض. نعم. ننتظر 5 ثواني لعشر ثواني، النبض ما رجعش بنباشر عمليه الضغط على صدر المريض. دكتور، عند اللجوء للصاعقات الكهربائيه لانعاش القلب لما يكون المريض داخل المستشفى
هل نسب إنقاذه بتكون أعلى من لما يجيكم الخارج؟ أكيد لما يكون في إشي بسموه ويتنس أو إنه كان موجود في مستشفى أو في عيادة طبية تكون نعم. نسبة النجاح أفضل، لأنه تقديم الرعاية اللي هي الإنعاش القلبي الرئوي بشكل مباشر فبقلل توقف الدورة الدموية اللي هي على الدماغ وعلى القلب، فنسبة نعم. النجاح تتجاوز 70-80% حسب الأمراض اللي عنده أو السبب اللي أدى إلى توقف القلب والرئتين. هذا الجهاز دكتور اللي هو اليدوي الخارجي مختلف عن اللي يتم استخدامه داخل غرف العمليات. داخل المستشفيات. داخل غرف العمليات بيكون أتصور داخلي مفروض يكون مفتوح الصدر حتى يتم. هذا في عملية القلب المفتوح نعم. لكن في أي عمليات أخرى حدث توقف قلب ورئتين بيكون. كم نسبة الإنقاذ الحياة دكتور عبر هذا الجهاز؟ هذه المرضى بيكون عندهم الرجفان البطيني تقريبا تتجاوز 90% وبيكون السيرفايفر ريت بتحسنوا وبيستجيب الدورة الدموية بالإضافة للأدوية عن طريق الوريد. دكتور أنا بدي أجربها الآن لأن مثل ما أنت نوهت بأنه من الضروري كل شخص يكون مؤهل لتقديم هاي الإسعافات حتى لو ما كان ضمن الإسعافات الأولية إلا أنه ممكن يكون جهاز محمول ومتوفر لدى البعض. قم بشحن لنا الجهاز بعطيك أنه الجهاز جاهز. موقع صحيح دكتور؟ 100% ايوه تم اعطاء الساقه الكهربائيه بحيث المريض بانتفاضه. دكتور باسل صالحه شكرا لتواجدك معنا. لكم. دكتور ليان شكرا يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم اهلا وسهلا فيكم.